الدين مش عم يظلم هون جهالة. لا اكيد مش الدين. طيب طبعا احسبي لو كانت هندوسيه، احسبي لو كانت هندوسيه، لا مسلمه ولا شيء. عم نعم. سألتك سؤال، هل قد الله السلام على اسمه ظالم؟ لا الله منه ظالم. شو لكن عم تخبرنا راحت عم تحكي ما الله نبه ما الله رب العالمين بالقرآن الكريم منع زواج غير الطوائف الأخرى بنصوص قرآنية. يعني أنت بدك تعتبر ما بقى فيه بالعالم كله إلا الدين الإسلامي؟ أكيد في 80 دين موجودين. إيه بس نحن ثقافتنا يا شيخ، يا استاذنا يا شيخنا والله عين إنه عن جد ما تلغي الآخرين. لا ما نحن عفوا لما حكمنا خلافتنا نحن حفظنا الطوائف وعملنا لهم احوال شخصيه يا حبيبي. نحن لما كانوا يضطهدوا الطوائف قبل الدين الاسلامي اجت اديان حملناهم. انت ما فيك تنكرون نحن لا نعذب احد، بنقول لهم لكم دينكم ولي دين. فضيله القاضي بس عفوا انا رح ارجع لك، بس ما بقدر عم نحكي عن رجل مسيحي تزوج من امراه شيعيه. بدي اسمع راي الابونا، بس تفضل قبل امين. انا رح بسط الاشياء طبعا مش من باب يعني الاستفزاز او باب الاحترام التام لكل انسان موجود وطبعا لفضيلة. شكرا لهالكلام. باي معنى؟ بمعنى انه المشكل يمكن انه ما لغتنا منا مشتركه بس نحكي هذا الشيء، باي معنى؟ اللغه يلي حضره الشيخ مع احترام التام للي عم بيقوله والاكيد لشخصه وحتى محبتي لشخصه منا شخصيه 100%، اللغه اللي عم يحكي فيها فضيله الشيخ هي لغه مضى عليها الزمن. هذا اللي بعد المؤسسة الدينية خاصة عند إخواننا المسلمين سنة أو شيعة وأيام عند بعض الآباء، وأنا دارس تاريخ يعني أنا دكتور تاريخ ومتخصص باللاهوت يعني بعرف وقلت 15 سنة بشتغل على الفكر الإسلامي يعني عارف حالي شو بحكي. عم يحكونا لغة من القرون الوسطى، ما عم بيستوعب هيدا العقل الديني إنه نحن عايشين بالقرن الحادي عشر 2022. نحن بطلنا موجودين بشيء اسمه دار الإسلام حيث هنالك مجتمع مسلم ب 99% منه او 90% او 80% مع حكم مسلم، بطلنا هيك. ولا نحن عايشين بدار المسيحيه ما يعرف بالكريتيانتي يعني القرون الوسطى حيث الكنيسه تحكم، بطلنا هيك. نحن حتى باكثر الدول يلي هي الجزيره العربيه امبارح شفنا البابا كان موجود وعمل قداس في 30,000 شخص وفي ملايين المسيحيين عايشين هونيك، هذه ما كانوا يعرفوا بارض الاسلام. وبأوروبا المسيحية وأمريكا اللاتينية وأستراليا اللي هي أراضي كانت غالبية مسيحية عم نشوف المسلمين كيف عم بيروحوا عم بيتكاتروا، فصرنا بمجتمعات متعددة متنوعة. نعم. ما فينا بقى نحكي لغة جاية من القرون الوسطى أحادية أنه أنا الموجود وأنا الصح وأنا بقول أنت زيني وأنت كافر وأنت أنت عم تسألني كقانوني كقاضي يعني في شيء لازم نوعى له حتى بالمؤسسات الدينية خاصة، يجب علينا تجديد خطابنا وفكرنا. ما فينا بقى نحكي أمين مع الشباب والصبايا بلغه عمرها 1000 سنة. أكيد لا يمكن بدنا نحكي بلغه اليوم حتى الشباب نقدر. انت اللغه اللي عم تحكيها نحن ما عم نفهم عليك، ما عم ليش ولا جيب لك الاي وبقرا لك اياه، يمكن نقتنع منك بكلامك يعني. بقدر اسمع راي شيخنا بس قبل شيخنا، انت بتعرف هلا انك انت تحملت مسؤوليه قضائيه، انت وقت بتقول اولاد زنا بيقدر يتشكى عليك هلا. اي تشكى علي، عم بحكي انا حكم شرعي. لا مش حكم شرعي، معي هو تجوز زواج مدني. حكم شرعي هو مزوج زواج مدني. انا عم اقول حكمه زواج باطل. ما فيك تقول له انت اولادك اولاد زنا بالمفهوم يعني الشرعي بلا، ولكن لا يقام عليه يعني حد. مش مسموح ما عم بشتغل، عم بعطي توصيف شرعي. روق شوي بقى. لكن شو رايك اسكت معالي الوزير الفكره انا عم بحكي بس معالي الوزير ننطلق بهالظروف الصعبه اللي نحن عم نعيشها لنبلش نقرب على بعضنا. لا ما بنغير القانون الشرعي كلامك انت احنا ما بنغير ديننا مش عشان السياسه. انت مش ما تغير دينك بس لكن دينك حكي عن المحبه وعن السلام وحكي عن الشرع وعن المحبه مشروطه بمحبه بس الله كمان هن باتباع الله.